قال لك واحد النهار واحد الصحفي مجمع معه واحد الصحفي يحكوا على الصحافه، تصفحوا معنا اش قالوا في هذه الصفحه. كاش جديد، كاش نشاطات، كاش لي زارتيكل. والله غير بالي ورانا نحدو فيه اليوم، لقيتني ندير فيه واحد الارتيكل على من نحكي فيه ميزك، موضوع هام جدا. علي من نحكي؟ على اصحاب هذوك الناس اللي راهم يسوقوا الوضع وياكلوا ومام طون يقيسوا الزبل متاقع. عيب والله لا عيب، الجزائر ردوها لنا من الزباله وصحاب النظافه تعبوهم. هذه داخله في الثقافه سي عبد الكريم. واش من الثقافه؟ الناس ماش باغيه تحشم مضغاشنا على الشيطان. انا بنادم ياكل ويقيس، الحيوان خير منه. الا ماشي كيما هكا. انا ثاني لقيتني وجدت في واحد الارتيكل تاعش غير خير، على خاطر انا نجلى من موضوع ال11 والفيسبوك، لا خدمه لا والو. هذوك اللي راهم يكفوا القنوته والشيره اللي تفوت يديروا لها هاك ويتبعوها، الله يحفظ ويستر. عاودي هذه ظاهره ثاني خطيره في المجتمع. كلشي بركه عليك. على بالك ثاني ها احنا الصحافه، احنا حاجه تزغط في السماء على بالنا بها. ابويا خي على بالك لقيتني نخمم في الاسم تاع البنت. انا صحافي والمراه صحافيه، واسم تاع البنت مازال ما حكمناه، رانا باغي نجيبو حاجه مناسبه. ساهل شي لا سميها خبر عجل. قال لك واحد الخطره واحد مشحاح اشرى 3 حبات تفاح، يا ودي بشرهم حتى ولا يعرق، اداهم للدار. مين جبت الحبه الاولى؟ ما نعرف واش من حمار ماشي حتى نشري هاد الحبيبات نتاع التفاح. يا التفاحه روحي ناكلك، يا التفاحه يا التفاحه. ليا ما شريتش كاع، وكاين يشري نلقاها خامجه. ليا 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 من بعد اجبد الحبه الزوجه. الاولى جات خامجه يا ربي، ان شاء الله تجي حبيبه. ثاني هذه تكون بخير وعلى خير. ثاني غير كيف كيف خامجه. ومن بعد مين جبد الحبه الثالثه عيط لمرته. ثاني خامجه فتوحه فتوحه فتوحه. قال لك واحد النهار واحد لبو عنده واحد الولد كاع متيفش، عيط له كريم. ها كريم ولدي. وا بويا شا خاصك؟ خاصني حاجه نشربها. وا صاحبي خاصك كوكا ولا بيبسي؟ جيب لي غير كوكا. ايوا كوكا فيها انواع بويا، شا خاصك؟ خاصك الزيرو ولا خاصك العادي؟ هاد يا سيدي جبت لك العادي، كي نجيبها لك في زجاج ولا في بلاستيك؟ لا بلاستيك لا زال، جيب لي ما يا هاد الماء كي نجيبها لك بويا، نجيبها لك عادي ولا طبيعي؟ طبيعي يا سيدي جبتها لك طبيعي، نجيبها لك حامي ولا بارد بويا؟ يا واش بالي غادي نضربك؟ كي تضربني بويا باش بالمطرق ولا بالشانغلا؟ واقيلا انت واحد الحيوان. حيوان كي داير هذا الحيوان؟ كبش ولا حمار؟ خرج عليا ديكال، خرج عليا. نخرج دروك ولا غدوه؟